سلام بسام سايب، سلام خو. دونك ما يبقى في الواد غير حجارو، الحرب. بونسوار مدام نسيمة، ام ا 26 سي ار بي اسكادا بونجور، واس بالحديد بونجور، بشير يوسف، شعبان بونجور اتوس. كلاو بعضهم، كلاو بعضهم صحاب الباي بال وبارطاجي بارطاجي. سنحي واحد العمري بالعمري اوفيت، عندي زوج وفوقهم حاجه تقدر تعجبك بزاف انت ويماك. جيسبر برك، نتمنى هزول غايا، نتمنى تبارطاجيو لا باغار اللي بيناتهم باه الشعب يفيق. هادو هما الاحرار اللي حنا نجيب لكم الثوره، الذين يساندون المظلوم ضد الظالم والمستبد ضد المستبد به. و شوفوا، في كل الحضارات، في كل الثقافات، بكل اللغات، بالفرنسي صح يقولوا له فيس دو، راكم صايمين، بالعربية يقولوا له وليد، بالروسية يقولوا له سوكاسين. يعني تلقاوها عند الزندية، عندك حاجة. شوف يعني كاينه حاجه تريز امبورطانت. الوغ هاد الاحرار، هاد المناضلين، واحد دبلوماسي، واحد دكتور زعما في النووي، بالك في النووي عارف الخيط الاول اللي تركب به لابريز، واحد يخدم في دي زانستيتيو ورئيس جمعيات تاع تفكير دي تينك تانك، واحد افوكا تاع الفيس كبير، وهادو ناس ومثقفين ومانيبوليو، ثم تغلبوا الدولة. جا واحد ولد طيط مديكلاري روحو بعد هو في الألمان طيط، يعني لم يعني المواصفات، يعني شوية برك ونقدروا نعتبروه المسيح الدجال. لعب بيهم يزيد يهدد فيهم. هادو الأحرار، هادو يديروا ثورة، هادو يغلبوا الدولة، هادو يغلبوا الأقدام البيضاء اللي قراوا الكتابات من تاع لابويسي وارواح، يغلبهم هذا الفرخ بالوهرانية. يغلبهم، تبعوا في الأحرار مئات الآلاف. بون اللي تبعوا حمار دي زاد باينين، وفتبع حمار دي زاد، ولا تبع ريبيكا، ولا تبع فيلم حاشاكم بورنو، ولا بون بامبورت تبع لارك. مي هذا لعب 25 سنة نضال سياسي تاع الأخ العربي زيطوط. يا ولدي قلنا لكم ما يبقى في الواد غير حجار وما يدوم غير الصح. المعرب زين بغال والإسلاميين حمير، جو بارل كوتي بوليتيك اي كوتي استراتيجي، من ناحية سياسية والاستراتيجية. يعني وي حذيفة القعقاع، تقدر تعرفني أكثر، عرفني من لي لايف تاعي برك، عارف برنامجي أنا متحال واش دير بي. أنا خويا حذيفة القعقاع تعرفني أنا شخصيا، واش دير بي، مالك دير بي، تبع البرنامج تجربة القوى الحية، لأنه رحماني مسؤول عليه أني نقدمه للشعب ونورغانيزي سكون أبل لا فاس فيزيبل بوليتيك. صح كاين رجاله ورايا ونسى جزائريين ما فيهمش نسى بزاف، ما نكذبش هكا دفا. سي دي بوينتيو شاكان دون سون دومين كي اون ايلابوري البروغرام اونسامبل، بحثنا اونسامبل، درنا تحريات اونسامبل.
فوالا دونك عارف البروغرام تاعي تعرفني تو سامبلومون باسكو القضيه القاطع مش قضيه شخصنا او شخصيات قضيه برنامج برك وكذلك البرنامج لازم الناس يتقوم به انا نقول انا نقوم به البرنامج نتاعي باسكو على بالي من حين وصل وانا راح اديو اي واحد يقرا شويه باسكو جو لو فير دابور بالعربيه والفرنسيه اي واحد يقرا يفهم باللي هذه شغل اون فورمول ماتيماتيك فورمول بالعربيه على بالي المهم حاجه رياضيه ولا كيف يقولوا لها دونك جو ريفيان يعني لحقنا لواحد الدرجه واحد ما عنده نيفو ما عنده اخلاق ما عنده اصل ما عنده مفصل دار فيكم الرب وانتو ما تحوسوا تدافعوا على شعب سي با فري مي فوز ات مالاد مي انتو ما مهابل لا شوفوا شوفوا الشعب الجزائري لا بروفي قدامكم لي زيدي يقول لي زيطوط وراشد نقولهم له بكل دركا بكاين يقول لكم محان تلاقى معاهم درك على بالكم ماشي غير ديجا هما خوانه باسكو بايعين الماتش لي تورك لي سيرفيس سكري تورك خوانه اي اون بلوس ما عندهم حتى نيفو يجي فرخ يتمسخر بهم فرخ يتمسخر بهم شنو نقول لكم احسن حاجه قدمها لي حمار ديزات في حياته انه كشف نيفو تاع هاد الناس وكشف روحه هو تاني معاهم هام الناس اللي كنتو تسمعوا لهم بالملايين فهمتوا درك وطابو زيهم وبومالا زيهم وبالعربي زيهم وزبيدة عسور زيهم وجلالي زيهم وهادو بكل زيهم دوك يقول لك هو عنده النرجسية ما عنديش النرجسية كاين جبهة القوى الحية وخلاص لأنه احنا ماناش أشخاص احنا برنامج برنامج المواطنين كون يتفقوا يحطوه شغل حطيتو ان بروغرام انفورماتيك في ان سيستم روحي تنتو سا عبد العزيز بن عثمان انت عندك النيفو ولا لا لا مانيش مصوى بن عثمان ما عنديش نيفو انا نيفو تلقى عند المصوى اخ رحمن نريد ان نعرف كيف نشأت عدد إخوتك هل أنت الأكبر في العائلة الحي الذي كبرت فيه؟ واش حذيفة؟ جيت تناسبنا ولا غير؟ بنات وزوجناهم خلاص الباقي بكل لا حول ولا قوة نريد أن نعرف كيف نشأت وكيف يا أخويا يا صحيبي روح أوسع القعقاع كيف نشأ؟ بون لو طون من لا فيريتي توت أفي توف دونك جماعه مانيش والله ماشي اونيتمون تاسفت بزاف